نقول لكم صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب العالمين. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم كامل مهنيين وبصحيحتكم. اليوم جيتكم بمطلوع، مطلوع خفيف ريشه، مطلوع بالسميد ماشي بالفارينه، يقعد ما ميبات الغدوه من داك تلقاوه طري ما يوجعش في الاستوما. دونك ديروه خاصه انا في فصل الصيف كما نعرفوا، شوفوا دي ميني مطلوع ديروهم الساندويتش، يعني لا كنتو خارجين البحر ولا بيكنيك ولا يعني في الدار لوليداتكم. هاي ليك ما شدليش وقت بزاف، خدمتو على كل حال، خدمتو بالعجانه، ولكن يعني تقدروا نتوما تخدموه عادي، يعني ما فيش هذاك الدليك بزاف. شوفوا يعني ديروه ساندويتش هكذا كيكون الحل سخون كيما اليامات اللي رانا فيهم. دونك انا قلت لكم خدمتو بالسميد، استعملت هاي ليك المقادير 3 كيلات سميد رطب ونص كيلة سميد متوسط، خدمت بمولة ونص كيلة فارينة، درت العادي يعني ملعقة تاع السكر وملعقة ونصف تاع خميرة، خميرة الخبز ونصف ملعقة تاع ملح، يعني الملح على حساب الكمية اللي درتو انا الكيلة كشفتوها معايا ديك الغرفية، يعني خلطتهم كامل ودرتهم عادي في حطيتهم في البول تاع العجانة تاعي، وكنت موجدة الماء دافي. انا الماء دافي خياتي خدات لي دو بول، زوج البول الاولاني درتو يعني كي حطيتو باسكو يشرب السميد تاعي يشرب الماء، دونك عجنتو على اليابس، يعني البول الاولاني حطيتو كيما كنت تشوفو وخليتو خليتها تتعجن وهي يابسه، العجينه لازم تكون يابسه. ومن بعد ما تعجنت حوالي 10 دقائق يعني خليتها تتعجن، زدت البول تاعي، بديت نزيد بالعقل. نتوما على حساب السميد تاعكم، قادر ما تديلكمش البول هذاك كامل كيما قادر تديلكم وتزيد اكثر. نتوما كتشوفوا العجينه تاعكم ترخات يعني بدات متلوقه ماشي يابسه، تما راح تزيدوا تعجنوها 5 دقائق وراح تتوقفوا بالعجن تاعكم، تنحيوها بيان سور، تقدروا تزيدوا تعجنوها شويه بيديكم ولا هذه العمليه كامل ديروها بيديكم. زدت لها تحبوا يعني تنكهوا الخبز تاعكم، انا صراحه يعني الخبز نحبه، خبز مطلوع، خبز الدار نحبه منكه بالسانوج، بحب حلاوه بالجلجلان، عبالكم هاد الحبوب كامل يعني مفيده لصحتنا. شوفوا نحيتها درك من البيطخه، راح نشكلها يعني كرات متوسطه على حساب الخبزة تاعي اللي راح نديرها. جاوني انا يعني شافيه 6 خبزات نورمالمون صغار، وحده جاتني كبيره فوالا، درتهم. وشنو هنايا البنات عاونوا روحتكم، هنا عاونت يدي بالزيت، درت يعني في الجفنه تاعي شويه زيت وعاونت مسحه برك تاع الزيت. شوفوا هنايا السر باش ما يلصقش، باسكو البنات كامل يخافوا من مطلوع يلصق لهم. ديروا شويه فارينه في البلون دو طراي تاعكم والعجينه، شتوني كي غطيتها من قبل، هذه لاستيس الاولانيه، كي تغطوها العجينه تاعكم تنشف، تنشف من الفوق، دونك كي تنشف مستحيل تلصق لكم في السربيطه، هذه الحاجه الاولانيه. ومن بعد نحيتهم، شوف كاين وجه راهو ناشف انا حطيتهم لتحتها، والوجه الثاني درت له شويه فارينه وحطيته كيف كيف. هذه ثاني شوفوا الوجه تاعها راهو ناشف، ما تكثروش بزاف الفارينه، بس كاين اللي يحلوه بالسميد وعبالكم السميد يلصق، ومن بعد كي تحطوها في الطاجين هذاك السميد يبدا يتحرق وراح يعطيكم المراره للمطلوع تاعكم. دونك ما تخدموه بالسميد، ما تحلوهش بالسميد، هكذا شويه بك فارينه وخليوها هكذا الي غليبغ، يعني الوجه تاعكم تحتاني راهو نشف من قبل كي غطيتوه بالسربيته، وهذا هاي لي كاني نخليه هكذا ينشف الوجه تاعي. شوفوا انا درت جوج طبقات، يعني كملت الخبزه الثالثه وزدت غطيت بالسربيته وحطيت فوقهم 3 خبزات واحد اخرين، وعادي خمروا ملصقوا باسكو الوجه راهو ناشف تاع الخبزه تاعي. هذه الخبزه اللي قلت لكم عليها الكبيره فوالا، تاني تخليتها هكذا فوق اللوحه تاعي. شوفوا هاو اختمر الله يبارك، درت شويه من خدمت شغل لقيتو خمر، سخنت الطاجين تاعي. انا صراحه الخبز نحب نطيبو على الطاجين تاع الطين يعني تراديسيونال. شوفوا الخبز تاعكم كي بدا يتنفخ هكذايا عرفوا بلي الخبز راهو ناجح مباشره، غير تشوفوها تنفخت لازم تقلبوا الخبزه تاعكم تخلوها على الوجه الثاني تاخذ تحميره. يعني انا خداو تحميره المطلوع نحبو هكذا حميمر ما نحبوش صفر، تاخذ تحميره شابه. شوفوا كيفاش تنفخت راهي فارغه من الداخل، يعني كي تاكلوها هذه خفيفه ما فيهاش بزاف هذاك العجين الداخل فوالا. كملت كامل الخبيزات تاعي هكذايا كما كتشوفوا، يعني شوفوا نفتها بسهوله ما لصقت ما حتى حاجه، يعني ديروا هذه الطريقه وراح اكيد تنجحوا في الخبز تاعكم فوالا. ومن بعد بيان سور بديت
نطيب فيها هكذايا في الحواشي تاعها باش ما تقعد ليش صفرة. وهكذا كملت كامل الخبيزة تاعي يعني طيبتهم بهذه الطريقة. فوالا دونك بلا عجز في حوالي سويعة هكذاك يعني درتو في البرودة. وشنو طيبوه الصباح في البرودة ماشي تكون سخانة يعني على 12 ولا العشية ولا مع العشية كامل تاني تفانا. وكملت قلت لكم الخبيزة تاعي بهذا الشكل ويبان يعني خرج يبان حمر بصح هو راهو دوغي ما راهوش حمر يعني الكاميرا بيناتو بلي حمر بزاف هو نو راهو دوغي. فوالا قلت لكم جربوه البنات مليح يعني المطلوع في المنزل هكذا خير ملي تروحوا تشروه. على بالكم بلي خدمتوه بيديكم يعني والشروط تاع النظافه خاصه في فصل الصيف راكو تعرفوا يكثروا لي توكسيكاسيون. دونك ماذا بينا كل حاجه نديروها بيدينا لوليداتنا. فوالا دونك كان هذا هو لو بتي بارطاج تاع اليوم. هذه الوصفه تاعي يعني حبيت نبارطاجيها معكم ان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. قعدوا دائما في المتابعه. مع السلامه.